راح جن اليوم. لا ارفقي عزيزتي هذا اوقف التصوير. جوجو صراحة أنا أحس هيدي ما بعرف تركيبة مش طبيعية، أنا عن جد أسئلة غلط ما بعرف مش محلة أنا أحس عن جد غلط. سوري أنا احترامي لإلك بس اسمعني شوي، أنا صراحة أول فت لهون قعدت على الكرسي هي حسيت كل شيء الطبخة غلط ما بعرف، يعني احترامي لإلكم كلكم جميعا. لا هون لا أسمح، لا أسمح في الإهانة أستاذ. احترامي لإلك بحترمك كثير أنا ليك على فكرة. أنت مدير أعمال. أنا أول ما طلعت على الفن صراحة أنا بحترم الكل والجميع، ولا بعمري إلا ما دفعت مبلغ ومستر جورج أول شخص بيدفع المبلغ، واحترامي للكل بس لا أنا عم تجيب لي أسامي غريبة، عم تجيب لي أسامي غريبة. أنا 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 عزيزتي أنا صحافي مخضرم في عالم الصحافة الفنية. عم تصور ايه انت مبسوط؟ عم تصور يعني هلا خذ لي اوقف التصوير. انا قلت اوقف التصوير. جوجو لا ما عليك بدي اقوم سوري عشان بدي اقوم. اسمحي لا عزيزتي عشان بدي اقوم. اسمحي لا عزيزتي عزيزتي لو جوجو عشان بحترمكم كل جوجو مش مزبوطة الحلقة كلها على بعضها. لا تدعيني ان اختم على طريقتي، اختم انا بحترمك والله بحترمك وبحترم الامارات ودبي وكلكم. اسمحي لا هذا من غير الله ان تقومي عزيزتي. لا 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 اسمحي هلا بناكل نتغدى مع بعض. لا اهلا وسهلا فيكم كنا اعزائي. لا 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 اسمح لا اسمح لو سمحتي عزيزتي. لا اسمح لا استاذ 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 استاذي العزيز لا اسمح انا في 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 مثل هذا التصرف ولا ولا استطيع ان اعرض هذه الحلقه على الهواء في هذا التصرف. لا هذا لا لا اريد الاحترام. انا 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 لدي مشاهد 12 مليون مشاهد عربي يتابع، تتصرفين في مثل هذا التصرف؟ لا لا هذا كلام غير سليم. اسمحي لي انت الان انت الان تعطينا الدلاله على ما قلته انه صحيح؟ لا هذا لا يليق بفنانة مثل انت. اعطيتي دلالة عن الحوار ان ما قلته انه صحيح. شو صحيح؟ لا انت تقومين هذا ليس من اصول المقابلات، تخرج من المقابلة وتنزعي لا اعذريني. انا اول ما قعدت على الكرسي انا مني مني انه سوري اول ما قعدت على الكرسي حسيت الوضع كله غلط، بس انا كملت الحديث وبحترمكم كثير. بتعملوا كاميرا وين؟ نتسلى قد ما بدكم يلا ها؟ يلا شو بدكم نعمل؟ شو بدكم؟ عن جد شو يوسف حناوي وبعرف مين جيب الاسامي؟ ما بعرفه. سوري احترامي للكل. وشو حبك غالي؟ حبك غالي ضرب الكل وعملي وجنن العالم. انا اسف لمثل هذا التصرف التي صدر عن فنانة عظيمة مثل دارين حتشيتي، واعتذر من الجمهور العربي الكريم، واعتذر من الجمهور اللبناني. وفعلا تفاجأت في مثل هذا التصرف. إذا موقع روابط فنية للبريد الإلكتروني نشر خبر تحت عنوان يصورون من شدة الألم، اللي يتابع الخبر بأن أحد المطربات اللبنانيات التي اعتلت عرش الغناء حديثا أرادت أن تعتلي عرش الأغنية المصورة على طريقة الفيديو كليب على حساب الآخرين، مما جعلها تظهر على حقيقتها على عفوا اقطع 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 توتر دائم. ليتابع الخبر بان احدى المطربات اللبنانيات التي اعتلت عرش الغناء حديثا ارادت ان تعتلي عرش الاغنيه المصوره على حساب الاخرين، مما جعلها تظهر على حقيقه امرها بدور الامراه المتسلطه على صعيد اداره المسرح واداره مسرح التصوير على كيفها، وعدم ترك الامور امور الاخراج لاصحاب الاختصاص، مما جعل فريق العمل لهذا الكليب ان يرضخ لمثل هذه التصرفات والتي تدل على عدم الاحترافيه والاحترام المتبادل. هذا خبر انقله ولست انا من يؤكد هالخبر، هذا خبر منقول عن احدى المواقع الالكترونيه. ليتابع الخبر بمقوله دارين داري جنابك من دارين والله وحده يعين. انت تصورين لم تدفعي للمخرج الا ان انت اردت ان تديري هذه الاغنيه المصوره، وقلت له لا ادفع الا ان انا اشارك في الاخراج، هل هذا صحيح؟ هل هذا حدث؟ ابدا هذا اول شيء مش صحيح، ونحن ما بنتصرف هيك مع العالم،
نحن قبل الكليب ندفع المبلغ كله، والحمد لله كل العالم بتعامل معه كمخرجين، نعم، كملحنين، كشعراء، الحمد لله مبسوطين منه. نعم، لنقفل عزيزتي هذا اللقاء ايضا بسلاسة الموقف الان باغنية قدام الكل لو سمحتي، اريد ان اسمعها، هذه الاغنية حبيتها وايد. عيني مغرومة يا منسين همومي والقصة مفهومة اخرتها معك، يا نقطة دقايق ما الها نهاية وما في عندي غاية غير ابقى معك، قدام الكل احلفتلك وحياة عيونك قلت لك ما في فل كفاتي فل. شكرا دارين، شكرا اعزائي المشاهدين، فلتتفضلي بكلمه لهذا البرنامج اسمه مقلب مرتب سويناه مع دارين حبسيتي، وعن جد هذا المرتب. يمكن ببعض الاوقات بيكون المقلب شوي قاسي، ولكن بالنهاية فرحة الشطارة بتنفيذ المقلب بتخلي الأجواء ترجع أحلى من ما كانت، وبيكون صاحب المقلب فرحان أكثر منا. تصبحوا على خير. ما معقول تفلي إلا ما ترجع تنزل، مش معقول خليك تفلي زعلان. لبناني؟ إيه أكيد لبناني. شو فكرتيني خليجي عن جد؟ مش شفتيني قلبي أنا بحكي خليجي، صونا ماي بليز. Are you?